أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادتنا الأفاضل، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المربون، بعدما تستحقون من شكر على ما تجشمتم من عناء السفر إلى مهرجان المبارك وراعي بدير وبعدما يناسب مقامكم العالي من الطحاب المستحقين، يسعدنا أن نحملكم برسالة تشكل بالنسبة لنا فرحة ضميري. أريد منكم العناية بالفراعنة والرجوع بهم إلى نهج سلف الأمة الصالح المتمسك بالسير بسيرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. رسالتنا أيها الأفاضل نريدها شاملة غير منقوصة، عامة غير مخصوصة، موجهة إلى عموم المسلمين تتساوى بها القمة والقاعدة والخاصة والعامة والآباء والأمهات وأولياء الأمور والمربون. أيها الآباء والأمهات، يسعدنا أطفال أمتي عمادها أسسها وأساسها وأملها ورجال مستقبلها وأعز ما تمتلك، أن نبلغ الجميع عن اشتياقنا من السقوط في الفخ الذي خطط له أعداؤها من أجل القضاء عليها وتمزيق وحدتها وتدمير أخلاقها وعقولها وكل شأنها. ليس من غير المنطق أن يعمل أعداء الأمة على الاندماج والانصهار في دولة واحدة وتنشغل دول العالم الإسلامي بالتناحر والتفاوض والتداخل. ليس من غير المقبول أن يعرف أطفال المسلمين كل التفاصيل الدقيقة عن اللاعبين والممثلين والمغنين ولا يعرفون شيئا عن عقيدتهم ودينهم وتاريخهم وماضيهم المشرف. أيها السادة والسيدات، إننا ندعوكم إلى العودة إلى تعاليم الدين الإسلامي السني المعتدل، وإلى التوحد ورص الصف، وإلى الاعتناء بالفراعنة وتربيتهم على دين الله وفق مراد الله، وبتربية أبناء الأمة التربية الصحيحة، وبعودة الأمة إلى دينها، سنتحول من تابعين إلى متبوعين، ومن متأثرين إلى مؤثرين، ومن محكومين إلى حاكمين. وقوة أي أمة إنما تتكون من نتيجة تفاعل أبنائها مع دينها ولغتها وتاريخها وبيتها ومقدراتها وأراضيها. أيها الجمع المهيب، إن الحفاظ على هوية الأمة وقيمها وأخلاقها وعاداتها وتعاليم دينها ليس مسؤولية الحكام والعلماء والخطباء والدعاة فحسب، لكنها مسؤولية المجتمع بأسره. وإن أقوى سلاح نمتلكه هو ممانعة مجتمعية لحفظ هيبتنا وصونها من أن تضمحل بقيم غريبة علينا. أيها الجمع الكريم، إن أطفال مهرجان براعي المدير وأكشوط أبريل 2018 يناشدون قادة العالم الإسلامي ومشايخ الزوايا الصوفية وأتباعهم وأصحاب الآيات الدينية المدارس الخصوصية من أجل السعي جديا للاعتناء بالفراعنة لعودة إلى تعاليم الدين الحق وفق التربية الإسلامية الصحيحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في زوجها راع
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد القر المحجلين، صاحب المغار المحمود، واللواء المعهود، والحوض الموهود، صفوة الصفوة، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته التابعين، وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشايخنا ماذا لي من المواطنين، أيها الآباء والمربون، جمع أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع العرض الذي أسند إليه هي الصفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع متشعب لا تفي به المؤلفات ولا الدواوين من أكابر فضائلة العلماء، فكيف بعرض سيقدمه قاصر مثلي تجارته مزجاه وسوق علمه نافقة ورصيده المعرفي ضخم وقدراته الذهنية لم تتشكل بعد، غير أن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. إن لله رحمة، وأحق الناس منه برحمة الضعفاء، لكن على الرغم من كل هذا فسأحاول بحول الله تعالى حسب ما سمح به الوقت أن أثير الموضوع اعتمادا على ما أسعفتني به الذاكرة مما ورد في الكتاب والسنة، على أن يتناول البراعم المعلقون بعدي تعميق بعض الجوانب بتعليقاتهم المفيدة والتي قد تثري الموضوع نقاشا. فقلت ادعي وادعوا إن أنذا لصوت أن ينادي داعيان. سادة الحضور، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، نعم الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه العزيز في شأن النبي في شأن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. لقد زكى الله سبحانه وتعالى نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وملاذنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، زكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى قلبه فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكى علمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. تزكية ممن ولمن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أما لمن؟ فهي لحبيبه وصفته من خلقه سيد الكائنات، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلوات ربي وسلامه عليه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفل كتب الحديث النبوية الشريفة بالأحاديث عن الشمائل والأخلاق، ومع أنها قد تكاثرت باوها علي فلا أدري ما أصيد منها، إلا أنني سأتناول بالإشارة بعض ما ورد من ذلك من توصيف لأخلاقه ومعاملته للخدم وحسنه وطيب رائحته وكرمه وشجاعته وحلمه ورفقه وشفقته على أمته. أخلاقه، ولنبدأ بما ثبت في صحيح مسلم ضمن حديث طويل من قصة سيدنا سعد بن هاشم بن عامر، عندما قدم المدينة وجاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها يسألها عن بعض المسائل، قال: يا أم المؤمنين، نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: كان خلقه القرآن، أي العمل به والتأدب بآدابه والاعتبار لأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. ثبت في صحيح مسلم من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن أنس غلام كيس فليخدم. قال أنس: فخدمته بالسبر والحضر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وفي رواية: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. الله الله، لقد كان لكم في رسول الله يا معشر المشغلين وأرباب العمل أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وروى مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا عبدا ولا امرأة ولا خادما، إلا يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فينتقم من صاحبه، إلا إن ارتاد شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، إلا إن ارتاد شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. حسنه ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه لون، إذا مشى تكفى، ولا مسست جيبادا ولا حريرا اليان من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سئل سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في البخاري وغيره: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان كالشمس والقمر وكان مستديلا. وروى الترمذي عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان مضيئة مقمرة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم كان أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. ثبت في صحيح مسلم من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته طيب رائحته. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهلي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بدلو من ماء فشرب منه، ثم مشى بالدلو، ثم صب في البئر أو شرب منه، ثم مشى بالبئر فاحت منها مثل رائحة المسك. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين منامة القيلولة عندنا؟ فعرق، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسرد العرق فيها، أي تجمعه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرق.
الخير من الريح المرسلة. وقال سيدنا جابر رضي الله عنه كما في مسلم: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. شجاعته. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. حلمه ورفقه. تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في مسلم فتقول: دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في أمره كله. وفي رواية: وإياك والعنف والوحش. قلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: لقد قلت عليكم. روى البخاري حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبله جبهة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت عليه حاشية الرداء من شدة جبهته بأبي هو أمي. ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله لك ملك الجبال. حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء شفقته على أمته. روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلالة فلم يجبني على ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستبق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب أيها الأحبة هو المسمى بقرن المنازل. فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله لك ملك الجبال تأمرهم بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك أي الذي قال لك جبريل صحيح، فما شئت. إن شئت أطلق عليهم الأخشبين أي الجبلين أي جبلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. لعلي قد أطلت عليكم، اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.